سعد. يجب تنفيذ المداهمات وتفتيش المنازل بكل احترافية وبكل انضباط وصرامة، خاصة منازل أشخاص المشكوك فيهم الذين من المحتمل أن يكون لديهم أسلحة ورد فعل عنيف. في إطار مكافحة الإجرام بمختلف أنواعه وبغية بث الطمأنينة والسكينة وسط السكان، نفذت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالواد تحت إشراف قائد المجموعة مداهمات واسعة النطاق على مستوى قرية جديدة بناء على معلومات مؤكدة صباح هذا اليوم. هذه العملية شاركت فيها جميع الوحدات الفرعية للمجموعة على غرار فرق البحث والتحري، وحدات أمن الطرقات، وكذا وحدات التدخل. أسفرت هذه الأخيرة عن توقيف 9 أشخاص من بينهم عنصرين نسويين معظمهم محل أوامر عدلية، كما تم حجز 250 غرام من مادة كيف المعالج، حجز 887 قرص مهلويس نوع بريغابالين، حجز سيارة سياحية نوع هونداي أكسنت، كما تم حجز مبلغ مالي يقدر ب 222 مليون سنتيم، وكذا 4770 دينار تونسي، بالإضافة إلى 725 أورو كعائدات الاستيراد الغير شرعي للعملة الصعبة.